يو كان يا شباب ناس، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ده باي كورس سيم، مرحبا بكم في قناتنا علي كورس. دعوا لايك دعوا سبسكرايب، هيا بينا على بركه الله نبدا مقطعنا لهذا اليوم مع هاتف جديد. سوف نتحدث عن المواصفات لهذا اليوم، وهاتف قد يكون غير معروف ولكن يعني مواصفاته جباره وسعر جيد. وهذه الشركة التي أنشأت جسد الهاتف غير معروفة حديثة المنشأ في الصين بالطبع، واسمها كونكويست أو كونكيست، وهاتفهم الذي سوف نتحدث عنه والذي هو S16. هناك هواتف أخرى من هذه الشركة لكنها لم تثر إعجابي، ليس كما فعل هذا الهاتف S16 الذي أذهلني بمواصفاته التي تحدثنا عنها الشركة. وفعلا رأيت فيديوهات بعض اليوتيوبرز عن هذا الهاتف، ويعني الهاتف ممتاز. الهاتف من نوعية الراجت التي تقاوم الصدمات، تقاوم بالIP68 والIP69K. يعني هذا الهاتف يعني يصلح الناس الذين يقومون بالرحلات التريبس وغيرها من الأشياء. لن أطول عليكم المقدمة، لنبدأ الفيديو. ونبدأ بالمواصفات. الهاتف يأتي بمعالج هيليو P90 من شركة ميديا تك. الجهاز يأتي بثمانية في الرام مع 256 جيجا بايت، ويمكنك أن تضع مايكرو سي أب تو 2 تيرا بايت. والجهاز يأتي بمعيار IP68، ويمكنك أن تضع الهاتف ساعة ونصف تحت الماء لعمق 1.5 متر، يعني مثل نفس الرقم. والجهاز سوف يأتي بكاميرا ثلاثية سوف نتحدث عنها فيما بعد. الجهاز سوف يأتي ببطارية 6000 ملي أمبير ومع شحن سريع، ويمكنك أن تشحن الهاتف وايرلس بحكم أن الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي. والجهاز يحتوي على الـ NFC بالطبع. والجهاز يأتي بطبقة غوريلا غلاس 5. الشاشة سوف تأتي بدقة Full HD Plus. PPI 402. والجهاز سوف يأتي ب Water Drop Notch. والشاشة جيدة صراحة بالنسبة لهاتف Project. والجهاز سوف يأتي بثلاث كاميرات كما قلت، 48 أساسية تدعم OIS وعدسة فتحة العدسة 1.8، كاميرا ألترا وايد 16 ميجا بيكسل يصل البعد الخاص بها إلى 117 ديجريز، و 5 ميجا بيكسل للتليفوتو تصل إلى 2x أوبتيكال زوم، وهذا شيء جيد. والجهاز يدعم وسائل حماية يعني ثلاثة، التلة الأولى التي هي الباترون وغيرها من الأشياء السوفتوير، والفيس آي دي ولكن هذا غير معتمد يعني ليس 3D، وفينجر برينت في الظهر وهذا شيء جيد. والجهاز يدعم الآي آر بلاستر، يعني يمكنك أن تحكم بالأجهزة الذكية في المحيط الخاص بك. والجهاز يدعم أحد السنسورات نسيت اسمها، سأضعه لكم الآن. لأن شاتر سبيد يعني أشياء خاصة بالمستكشفين، أنا لست المستكشف لهذا لا أعرف. والجهاز يعني قوي، يعني درجة أن بعض اليوتيوبرز يعني يمدحونه على هذه القوة الخاصة به، وشيء ممتاز من شركة صينية مجهولة أن تصعد نفسها في مثل هذا. وسعر جيد للهاتف، ما الذي سوف نتحدث عنه في أواخر الفيديو. ونسيت أن أقول لكم أن الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل. نكمل في الموضوع. والجهاز سوف يأتي ببلوتوث 5. والجهاز وزنه 305 جرام، وهذا شيء ثقيل جدا بالنسبة للهاتف، ولكن هاتف راجت عادي. الجهاز سوف يأتي بكاميرات جيدة حسب ما تقول الشركات. الشركة كونكويست، هذا ما سأطلق عليه كونكويست، هذا اسم بسيط سهل نطق خاص بهذه الشركة. ويعني مواصفات أخرى أمامكم، يعني لا أتذكر كل المواصفات.
الجهاز يعني شيء جيد، كل ما عارف عن هذا الجهاز انه يعني ممتاز وهاتف بروجكت يعني يعني يصلح للمغامرين. فهل سوف تشتري هذا الهاتف؟ الجهاز سوف يأتي بسعر $300 ويمكنك ان تجده ب $350 حسب المواقع التي تشتريها منها، ولكن اضمن لك ان هذا الجهاز ممتاز يعني يمكن. وهناك ميزة جميلة صراحة أن الألوان يمكنك أن تغيرها بفضل أن الجهاز يأتي بلون أسود، ولكن هناك بعض قطع من الألومنيوم المعدن أو شيء من هذا القبيل يمكنك أن تغيرها لأنها تفك بالوراغ، ويعني يمكنك أن تبدلها بأي لون، وهذا شيء جيد يعني أشياء DIY من شركة يعني فكرة مبتكرة من شركة غير معروفة. وهكذا قد نكون أنهينا فيديونا لهذا اليوم، آسف إن أتأخرت في تقديم مقاطع، يعني أنام في الصباح وأستيقظ بالليل، هذا ما يحدث لي هذه الأيامات، يعني النوم قاتلني، لكن يعني صبرت والآن أنا هنا. أسف إذا تأخرت على الأخبار، لم أصور أي خبر، لم أتحدث عن نزول البي 40 سيريز وملخص المؤتمر، ولم أتحدث عن نزول العديد من الهواتف وتسريبات العديد من الهواتف، ولكن أتمنى أن أعود، يعني ليس لدي وقت، تعرفون الأزمة الخاصة بهذا الفيروس المعين الذي لا يمكنني ذكر اسمه. وهكذا قد نقول أننا الفيديو لهذا اليوم، أعطونا رأيكم في تعليقات هل أعجبكم الفيديو أم لا، وأتمنى منكم أن تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. وسبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Peace out.